يا ندى، ايه اللي بتعمليه ده يا بنتي؟ بعمل خلطة تفتيح. خلطة تفتيح؟ وايه هي الخلطة دي بقى؟ دي خلطة مشهورة جدا، فيرند لوفلي وسبوتلس وبيتا ديرن. هو انت ما تعرفهاش؟ لا ازاي، وده سؤال برضو. انت جبت الخلطة دي من مين؟ سعيدة قريبتي قالت لي عليها، على فكرة هي استخدمتها ومن شهر واحد بس بقت قمر بيضة جدا، يعني بشرتها ما شاء الله ما شاء الله اتغيرت 180 درجة. طب وانت عارفة بقى يا ندى ان الخلطة دي فيها بتدر، والبتدر يعني كورتيزون. ويعني كورتيزون بس تفتحني، انا مهمنيش اي حاجة غير ان انا لوني يبقى فاتح ويبقى زي باقي البنات الحلوين. طب انتي اصلا تعرفي الكورتيزون ده بيعمل ايه في الجسم؟ لا معرفش هو الكورتيزون بيعمل ايه. الكورتيزون ده مع استخدامه لفترة طويلة الجسم بيمتصه من الجلد وبيعمل مشاكل كبيرة زي الضغط والسكر وهشاشة العظام وقرحة في المعدة، غير ان تأثيره غير امن على البشرة نفسها. انت بتتكلم بجد؟ ده غير مشاكل البشرة، ده بيبهدل البشرة، التهابات وتهيب وحبوب كتير، ولون البشرة بيبوظ، غير انها بتتبقع ببقع جلدية كبيرة. يا لهوي، امال هفتح ازاي؟ وسهلا بيكم، يا رب تكونوا في احسن صحه واحسن حال. لو انت جديد في القناه ما تنساش تعمل اشتراك علشان توصل لك كل فيديوهاتنا الطبيه، واجاوب على كل اسئلتكم في الكومنتات. وللاسف مع كل اسف لسه مشكله الاشعارات موجوده، علشان كده خلينا نوصل الفيديو ده ل 5000 لايك علشان اللي عنده مشكله في الاشعارات يقدر يشوفه. تاني حاجه، لو انت عامل سبسكرايب اشتراك في القناه، ده مش كفايه، لازم تدوس على علامه الجرس لغايه لما يظهر فوقيها خطين علشان توصل لك كل الاشعارات اللي بتطلع من القناه لما بنزل اي فيديو، وعلشان توصل لك كل الفيديوهات وما يبقاش في عندك اي مشكله في انك توصل لك اي حاجه خاصه بفيديوهات القناه. خليني اكلمكم النهارده عن افضل 4 كريمات نقدر نستخدمهم بامان للتفتيح ومفيش منهم اي مشكله، موجودين بشكل كبير، حتى الناس اللي بره مصر برضو هيقدروا يوصلوا لهم لانهم يعني عالميين وشركات عالميه، فبالتالي هيبقى متوفر في اي حته. كريمات ممتازه جدا، اسعارها تعتبر يعني نوعا ما معقوله بالنسبه للنتيجه اللي هي بتعملها، علشان كده تستاهل. وانا ممكن اصرف في خلطات بجيبها كمية فلوس كبيرة جدا، وعلشان اعالج الاذى اللي هيحصل في بشرتي يعني اصرف اضعاف اللي انا هصرفه في العادي. لكن انا لو من الاول حطيت مبلغ يعني ممكن يكون مش قليل قوي، بس حطيته في حاجة تستاهل، يبقى انا صرفته في المكان الصح وحوصل لنتيجة ممتازة. اول كريم معايا اسمه ستار فيل وايتنين كريم، وده مشهور هتلاقوه يعني في اي صيدلية. وستار فيل وايتنين كريم، خلوا بالكم انه في ستار فيل خاص بالاكني او بالحبوب، وفي ستار فيل خاص بالتفتيح، علشان كده لما تروح الصيدلية خليك عارف ان انت بتدور على ستار فيل وايتنين كريم. ستار فيل منتج رائع وفيه مكونات جميلة جدا للتفتيح، وفي يعني اقوى 4 مواد ممكن يستخدموا للتفتيح، وعلشان كده هو مشهور وفعال جدا ونتيجته بتبان من وقت مش طويل خالص. من المواد الموجودة في الستار فيل وايتنين كريم، اول حاجة الاربيوتين والكوجيك اسيد، ودي مواد ممتازة جدا عشان بتمنع تكوين الميلانين وبالتالي بتمنع تكوين التصبغات في الجلد، علشان كده ده بيدي نتيجة ممتازة جدا وبيزود من فعالية الكريم. ده غير ان هو فيه مستخلص العرق سوس وفيتامين سي، وده بيدي نضارة للبشرة وبيديها ترطيب بشكل دائم، وبالتالي يعني مش بس تفتيح، بيبقى كمان فيه تفتيح وترطيب الاتنين مع بعض. ده غير بقى الحاجة الجميلة جدا ان هو فيه مادة اللي هي اسمها مادة الكاموميل، ومادة الكاموميل دي يعني رائعة، علشان مثلا في ناس بتبقى بشرتها حساسة وبالتالي لما بتاخد اي كريم بيعمل لها التهاب او احمرار او حكة، وبالتالي الكاموميل ده بيقلل جدا الالتهاب وبيخلي البشرة ما يحصلهاش اي تفاعلات او في اي مشكلة معاها، لا هيخليها تلتهب ولا يحصل اي احمرار، وبالتالي برضو هيساعد على الترطيب. ستار فيل وايتنين كريم هتستخدميه مرة الصبح ومرة بالليل، مرة الصبح ومرة بالليل، هتلاقي نتيجة كويسة جدا ان شاء الله في وقت مش كبير. هتبدأي تلاحظي من اول وتاني استخدام انه بشرتك بدأت تختلف وبدأت يعني يبقى
يبقى فيها نضارة وحيوية وتبدأ درجتها كده تفتح، حتى لو فيها تصبغات أو بقع أو إنها مجهدة هتلاقي كل ده راح والبشرة ابتدت تتعالج بشكل فوق الرائع. ده غير إنه في منه كمان صابونة التفتيح بنفس الاسم ستارفيل وايتنينج سوب. فلو انت عايزه طبعا تاخدي نتيجه كويسه جدا هتجيبي الكريم وتجيبي الصابونه وهتلاقي النتيجه حلوه جدا مع الوقت. تاني منتج معانا وهو منتج مشهور وممتاز جدا هو من شركة ACM واسم المنتج ACM Deep White Advanced Cream. المنتج ده برضو من المنتجات الجميلة جدا وناس كتير جدا بتشكر فيها وناس كتير جدا مبسوطة من النتيجة اللي بتلاقيها مع الاستخدام. طيب الـ ACM Deep White فيه ايه او ايه المواد الموجودة فيه واللي بتساعدني على التفتيح؟ اول حاجة فيه الكوجيك اسيد واللاكتيك، والاتنين دول مركبات ممتازة جدا وبتساعدني على التفتيح بشكل كبير. تاني حاجة ان هو فيه فيتامين سي وده بيساعدني على القضاء على البقع البنية، وكمان بيضيف نضارة كبيرة جدا للبشرة وبيساعدها انها تبقى تظهر بشكل حيوي وبشكل نضر جدا. ده غير انه فيه مادة اسمها الـ AHA او احماض الفواكه الطبيعية، والمادة دي ممتازة جدا علشان اول حاجة انها بتشيل طبقات الجلد الميتة، تاني حاجة بتساعد على تجديد خلايا البشرة. الاستخدام بتاعه هيبقى مرة الصبح ومرة بالليل، هتحطيه على وشك من 20 ل 30 دقيقة وبعدين تشطفيه بمية، يعني مش سخن قوي ومش ساقع قوي، تشطفيه بمية دافية وبالتالي يعني هيدي نتيجة كويسة جدا. هتبدأي تشوفي النتيجة برضو من اول كام يوم هتبدأ تظهر نتيجة ممتازة جدا على البشرة. ثالث منتج قوي جدا معانا هو منتج من شركة ايزيس اسمه يونيتون فور وايت ادفانسد سيرم. المنتج ده ممتاز جدا ان هو بيشيل البقع وبيشيل التصبغات، وكمان بيساعد على توقف تكوين مادة الميلانين واللي هي بتعمل التصبغات بشكل كبير جدا وبتأذي البشرة. ده غير ان هو فيه مادة الجلايكوليك اسيد، والمادة دي مفيدة جدا للبشرة وللنضارة وللتفتيح، وبالتالي فهو يعتبر من المنتجات القوية جدا. لكن استخدامه مش زي مثلا الكريمين اللي قلنا عليهم، ده بيستخدم مرة واحدة بس بالليل قبل النوم ويتغسل الصبح. رابع منتج معانا من شركة بايوديرما اسمه بايوديرما وايت اوبجكتيف كريم. الكريم ده ممتاز لانه مناسب لكل انواع البشرة ومعظم مكوناته طبيعية، وبالتالي بتلاحظي النتيجة تقريبا من اول شهرين بتبدأ نتيجة ممتازة تظهر، وغير ان هو بيزيل كل برضو البقع والتصبغات وبيساعد على توحيد لون البشرة، ومعظم مكوناته طبيعية وبالتالي بيحقق اعلى فايدة للبشرة من خلال استخدامه. اما الاستخدام بتاعه برضو هيبقى مرة الصبح ومرة بالليل مرتين في اليوم علشان تشوفي في فايدة كبيرة. وبالنسبة لكل الأسعار بتاعت الحاجات دي هتلاقوها في صندوق الوصف تحت الفيديو. بس خليني أقول لكم حاجة مهمة جدا، إنه كل الكريمات دي من غير شوية يعني حاجات تعمليها مش هيعملوا حاجة، ولو عملوا أي نتيجة هتروح في وقت قليل لو ما التزمتيش بالحاجات اللي أنا هقولك عليها دلوقتي. أول حاجة إنك لازم تحمي بشرتك من أشعة الشمس، لازم تستخدمي صن بلوك مناسب، لأن مثلا لو أنت استخدمتي أي كريم ونزلتي في الشمس وفي الالتهابات اللي بتحصل دي والاحمرار، هتلاقي ان وشك ابتدى يسوي تاني وكل الحاجات التفتيح مش هتعمل اي نتيجة. علشان كده افضل حاجة انك تستخدمي صن بلوك قبل ما تنزلي بنص ساعة وتنزلي، وطبعا ده هيحافظ على بشرتك من اشعة الشمس المباشرة. تاني حاجة انك لو هتحطي الكريمات دي تحطيها الصبح مثلا وبالليل زي ما قلنا، لو حطيتيها الصبح تبقي مش نازلة، لكن ما ينفعش تحطيها وتنزلي اليوم اللي انت نازلة فيه الصبح، ما تحطيش في كريم تحطيه بالليل بس وتكوني مش نازلة، علشان البشرة يعني تاخد فايدتها من الكريم بشكل كبير. تالت حاجة مهمة انك قبل ما تضيفي الكريم لبشرتك او قبل ما تحطي كريم لبشرتك لازم تغسلي بشرتك بالغسول المناسب، سواء مثلا البشرة الدهنية غسول مناسب، سواء بشرة عادية برضو غسول مناسب بتاعها. بعد ما تنضفي بشرتك تبدأي تحطي الكريم وتسيبيه على بشرتك زي ما قلنا مثلا من فترة وبعدين تغسليه، او مثلا زي الازيز هتحطيه وتغسليه تاني يوم الصبح. فأهم حاجة ان انت تبقى اول حاجة بشرتك نظيفة علشان تقدر تستقبل اكبر فايدة من الكريم.
حاجة تاني مهمة جدا انك تحاولي تقللي الميك اب او الروايح، لان كل الحاجات دي ممكن تعمل التهاب وتعمل احمرار مع البشرة، لان بيبقى عليها المادة دي ممكن يحصل تفاعل يعني. فتحاولي تقللي كل الروايح او مثلا الميك اب في الفترة دي، وتحاولي تحافظي على بشرتك بشكل طبيعي. اتمنى اكون قدرت افيدكم في نهاية الفيديو واقدم لكم معلومة مفيدة. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تدعموني باللايك وسبسكرايب، وشاركوا الفيديو مع كل اصحابكم، وخلونا نوصل الفيديو 5000 لايك. واشوفكم ان شاء الله في احسن صحة واحسن حال، اشوفكم في حلقة جديدة ومعلومة مفيدة. باي باي.